نعود طلبتنا على المشاركة في مختلف المسابقات، هذه المسابقات التي نتوخى منها أولا رفع قيمة الثقافة والفن في الوسط الجامعي، نتوخى من هذه النشاطات صقل مواهب أبنائنا الطلبة. هذا هو دورنا كوزارة، أن نكتشف هذه المواهب، أن نؤطرها، أن نسقلها ونقدمها للمجتمع. هذا المهرجان كان في حدود 49 عمل فني من طرف المؤسسات الجامعية بشقيها البيداغوجي والخدماتي، حيث أسفرت النتائج التحكيم اللي كان لجنة التحكيم على رأسها الفنان القادر حكيم دكار ل 21 عمل سيتم تقديمه على اللجنة. عملوا هاد التكريم يوم الطبعة الخامسة، هادي عملوها باسم أحياء، يعني بالمتحدث عنتر هلال نقول الإدارة نتاع الجامعة 3، جامعة الخدمات جامعة 3، نقول مبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة على هذه الالتفاتة.